متابعينا الكرام، أرحب بكم في نشرة جديدة من أخبار الكنيسة في أسبوع، والبداية مع أهم العناوين. قداسة البابا يلتقي عدداً من أحبار الكنيسة، ويبحث إنشاء مجلس أو هيئة إعلامية للنوافذ الإعلامية الكنسية. نياحة القمص لوقا سيداروس بالولايات المتحدة الأمريكية، وكاهن الشباب ببني سويف. وفتاة قوس تحصد المركز الأول في مسابقات القبط العالمي بأمريكا. وإلى تفاصيل النشرة، عقد قداسة البابا هذا الأسبوع لقاءات منفردة مع عدد من أحبار الكنيسة، حيث استقبل نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكورس الأورشليمي، وبرفقتها الراهب القس تيمون السورياني المنتدب للخدمة في كنيستنا القبطية في بيروت بلبنان. كما استقبل نيافة الأنبا أرساني أسقف إبرشات هولندا، حيث تم بحث تقرير حول الخدمة في الإبرشية والمشروعات الكنسية الجديدة في أمستردام ولاهاي، والاحتياج إلى أباء كهنة لتغطية متطلبات الخدمة هناك. ومن جهته اطمأن قداسة البابا على سلامة الخدمة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد. والتقى قداسته كذلك نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير قديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر والمسؤول عن الشؤون الرهبانية، ودار الحديث خلال اللقاء حول بعض الأمور التي تخص بعض الأديرة في مصر. وعقد لقاء مماثلا مع نيافة الأنبا ساويرس الأسقف العام والمشرف على أديرة القديسين الأنبا توماس السائح بالخطبة وسهاج، والأنبا موسى القوي بطريق العالمين وماري بقطر بالخطبة. وكذلك التقى نيافة الأنبا يؤنس أسقف أسيوط. أجرى قداسة البابا اجتماعا تشاوريا مع أصحاب النيافة الأنبا بولا مطران طنطا، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، والقس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة. وذلك لبحث كيفية التنسيق بين وسائل الإعلام القبطية من خلال مجلس أو هيئة لتعمل معا بتنسيق وتعاون. وعلى صعيد العمل الرعوي بأوساط الشباب، التقى قداسته عبر تطبيق زوم مع مجموعة من الشباب القبطي، ممن شاركوا في الملتقى الأول لشباب الكنيسة القبطية عبر قارات العالم الذي عقد في صيف 2018، وتحدث معهم عن روح القوة والمحبة والنصح في حياتهم وأعمالهم، واطمأن على خدمتهم التي يقومون بها في عدة مجالات. شارك في اللقاء عدد من الأباء الكهنة من مصر وأمريكا وأستراليا. رقد في الرب بشيخوخة صالحة فجر الأربعاء 26 من أغسطس الماضي الأب المبارك القمص لوقا سيداروس، كاهن كنيسة ماري جرجس سبورتنج بالأسكندرية سابقا، وكاهن كنيسة الشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا إبراهام بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية حاليا، عن عمر تجاوز 80 عاما، قضى منها أكثر من 53 عاما في خدمة المذبح المقدس. سيم كاهنا في مارس من عام 1967 بيد المتنيح القديس البابا كيريلوس السادس، ورسم في رتبة القمصية في أكتوبر من عام 1989، غادر بعدها ليخدم بأمريكا. كما غادر عالمنا الفاني كذلك يوم الاثنين الماضي الأب المبارك القمص رويس حليم، كاهن كنيسة السيدة العذراء ببني سويف، والمسؤول عن خدمة الشباب بالإبرشية، عن عمر ناهز 72 عاما، وبعد خدمة كهنوتية دامت أكثر من 30 عاما. ولد الأب المتنيح في إبريل من عام 1948، وسيم كاهنا في فبراير من عام 1990، ونال القمصية في يونيو عام 1998. بدأ معهد الرعاية والتربية يوم الاثنين الماضي وحتى 15 من أكتوبر المقبل في قبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2020-2021، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وفروعه بالإبرشيات. ويقبل المعهد خريج الجامعات فقط من الأباء الكهنة والخدامة والخادمات، حيث يحصلون من خلاله على درجة الدبلومة في أحد التخصصات التالية: الرعاية الكنسية، الكتاب المقدس، الحياة الكنسية، الإرشاد الروحي، الإرشاد النفسي، الإرشاد الأسري، الموارد البشرية، رعاية الطفولة، رعاية المسنين. كما يتيح لخريجيه فرصة الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه. وللمعهد 38 فرعا داخل مصر للدراسة بنظام الانتساب، و18 فرعا خارج مصر للدراسة بنظام أونلاين، إلى جانب الفرع الرئيسي الذي يعمل بنظام الانتظام. حصلت يولا يوحنا روفير ابنة كنيسة الشهيد استفانوس بقوس التابعة لإبراشية قوس ونقادة على المركز الأول في مسابقة بطل القبطي التي نظمتها إبراشية جنوب الولايات المتحدة،
وذلك بمناسبة اليوم القبطي العالمي. وقدمت يولا التي تبلغ من العمر 16 عاماً موضوعاً عن حياة القديسة فيرينا التي تنتمي إلى قرية جراجوس مركز قوس. وبهذا متابعينا نصل إلى ختام نشرتنا لأخبار الكنيسة في أسبوع. نلقاكم الأسبوع المقبل. دمتم محفوظين في نعمة الله.